في نفسه عقد المجلس جلسته بحضور عدد من وزراء ما يسمى بحكومة الوفاق، على رأسهم وزير الداخلية الذي التزم على نفسه تسليم المعتدين على الجرحى في مهلة لا تتجاوز أسبوع. أخيرا وقد لا يكون آخرا، اتخذ الجرحى من ربط أنفسهم بالسلاسل وسيلة لإقفال بوابة مجلس النواب أمام أعضائه كردة فعل تجاه التجاهل المستميت لقضيتهم. هذه تعبير عن وقفة احتجاجية. أنا عضو مجلس نواب، أعرف هذا المجلس جيدا. للأسف الشديد هذا المجلس لا يطلع بالحد الأدنى من دوره، بل واحد من المئة حتى من دوره لم يطلع به. اليوم يعتصم مجموعة من الشباب والجرحى ويربطون أنفسهم بسلاسل كما تلاحظون، من أجل منع أعضاء مجلس النواب من الدخول إلى مجلس النواب، هذا المجلس الذي لم يستجب إلى مطالبهم في تسليم من قاموا بالاعتداء عليهم. المحتجون هددوا بإغلاق المجلس، معتبرين أن وجوده كعدمه على حد سواء، لا يستطيع صنع أي شيء. وهذا اليوم انذار، وفيما بعد وفي الجلسة الثالثة سيكون قفله تماما. اليوم اضطرينا أن نقفل البوابة أمام مجلس النواب، حتى إذا لم يستجب لطلباتنا سنتخذ إجراء أشد حتى يستجاب لمطالبنا. أقول لهم اسقطوا وارحلوا وندين ونستنكر ونشجب تعاملهم القبيح والقذر مع كافة أفراد الشعب وخاصة الجرحى. أتينا هنا إلى لإسقاط شرعية البرلمان المنتهي صلاحيته من أول سقوط شهيد على ذي الثورة الشبابية الشعبية السلمية. رجنا تحت عنوان نكون أو لا نكون. لقد أسرفوا في الظلم وفي الطغيان وفي الاستبداد. هذا حمد حاجته. يا حاجد واصل لضالك، يا حاجد واصل لضالك، بيت الاحمر تحت العالم، بيت الاحمر تحت العالم. النائب حاشد، وبعد خروجه من الجلسة التي عقدت بحضور عدد من وزراء الوفاق، لفت إلى أن وزير الداخلية طلب أسبوعا كاملا كمهلة قصوى لتسليم الجناه. قلت لهم والله لا أخزي هذا المجلس، والله لا أتعرى داخل المجلس لأثبت كم هذا المجلس مخزي. لن نسكت، لو لم أقل بهذا ما كانوا اتخذوا قرار انه يمهلون أسبوع وزير الداخلية لتسليم الجناه. مماطلة وزير الداخلية في تسليم الجناة للعدالة وعجز البرلمان في الضغط على الحكومة بمعالجة الجرحى والبت في كثير من القضايا العالقة في دهاليز وزارة الداخلية يثير التساؤلات حول مستقبل اليمن في ظل الانفلات والتخبط، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات من حين لآخر. فأين النظام إذن مما يجري، وما دور مؤسسات الدولة؟ محمد الجبلي، قناة المسيرة، صنعاء.